يواصل مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء استقبال جمهوره يوميا بإجراءات احترازية لحماية المشاركين والزائرين من فيروس كورونا. المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار يقدم 31 حفلا على مدار 16 يوما بسعة استيعابية تقدر ب 4000 مشاهد يوميا. وسط إقبال جماهيري وتفاعل ملحوظ تحظى به النسخة 29 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، تتوالى الفعاليات الموسيقية التي تتلألأ ليلا بسماء القاهرة منذ انطلاقه في 15 من أغسطس الجاري بإجراءات احترازية من كورونا بعد حظر إقامته العام الماضي. المهرجان حاجة مختلفة، حاجة جميلة. طبعا مهرجان 29 انا دي ممكن تبقى اول مره احضر فيها مهرجان القلعه، بس لا اتبسطت جدا. انا حضرت السنين اللي فاتت وحضرت كذا حفله من الحفلات السابقه اللي حصلت، يعني لا تنظيم واداره اكتر من رائعه وانضباط وصراحه يعني لا يعني فن 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 محترم. الحفلتين بيبقى فيه تنوع ما بين حاجة يعني ممكن تبقى شوية شبابية وحاجة برضو تناسب الناس اللي في السن أكبر وكده، فالتنوع ده بالنسبة لي بتبقى حاجة لطيفة، يعني إن هو بيناسب كل الأعمار وكل الأسواق يعني. ففي ليلة المهرجان 14 أحيا عازف الإيقاع الشهير سعيد الأرتس الحفلة الأولى بمعزوفات مبتكرة، فيما قدمت المطربة الشابة نسمة محجوب الحفل الثاني الذي تضمن مختارات من أعمالها الخاصة بجانب مجموعة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل. ده أهم مهرجان بالنسبة لي، يعني أنا بلف في كل حتة في العالم ده، بس ده أهم مهرجان بالنسبة لي. ليه؟ جمهور غير أي جمهور تاني، وطبعا صاحب الفضل عليا ان انا ابتديت من اول سنه، يعني احنا النهارده 29 عام انا كنت من اول سنه. كانت تجربه جميله جديده بالنسبه لي، لان انا عارفه برضو ان المهرجان ده مهرجان مهم جدا وان جمهور جميل جدا زي ما انا برضو شفت، وبس يعني هو انا مبسوطه جدا ان انا هنا النهارده وشرف بالنسبه لي. دي بتبقى من احلى الايام بصراحه في السنه، من احلى الحفلات، من احلى الجمهور اللي مش بنشوفه دايما كل يوم، جمهور مختلف وردود افعاله مختلفه، ولما بيتبسطوا فعلا، ولما بيشجعوا فعلا من قلبهم. فلا طبعا متحمسه جدا، واتمنى يا رب ان الاغاني اللي انا ببقى محضرها لهم تبسطهم ان شاء الله. ومن خلال 6 منافذ داخل القلعة يتاح للجمهور حجز التذاكر قبل موعد الحفل بعدة ساعات، حيث تبلغ الساعة الاستيعابية للحضور 4000 مشاهد. مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي يستمر حتى 30 من أغسطس الجاري بات من أبرز الفعاليات الثقافية التي يتلاحم فيها الجمهور مع إبداعات الفن المعبرة عن الحضارة المصرية. سالي سالم، التلفزيون المصري.